نتكلم ابو حميد عليك انت تحديدا دلوقتي، ويعني بتعمل ايه وموجود فين وبتفكر في ايه في المستقبل يعني؟ والله الحمد لله دلوقتي موجود في القطاع، ماسك فرقه 2006 الحمد لله مع كابتن سيد غريب. يمكن بقالي سنتين كنت مدير اكاديميه الاهلي في الامارات، والسنه دي موجود في القطاع. دي خطوه جديده وخطوه كويسه للمستقبل، انا بتمناه وبخطط ليه بشكل كويس. البدايه ان انا اكون موجود في قطاع الناشئين، وانت عارف حضرتك كنت موجود في القطاع يا كابتن قبل كده، وعارف يعني ايه انك تبدا في قطاع كبير زي قطاع النادي الاهلي. هاخد الخبره وهنتعود على حاجات كتيره جدا، وحاجه كويسه يا كابتن الواحد يقدر يساعد انه يعمل لعيب كويس او يطلع لعيب للدرجه الاولى في النادي الاهلي. ابتدى يبان الموضوع ده، ابتدى فعلا يكون في لعيبه موهوبه ناشئين من ناشئين النادي الاهلي، ابتدى يكون في موهوبه. الحمد لله يمكن القطاع الاهلي باستمرار طول المواسم اللي فاتت، احنا يمكن بس الناس بتختزل يا كابتن وحضرتك عارف بيختزل ان القطاع ما بيطلعش غير واحد او اثنين اللي بيلعب درجه اولى بس. الموضوع ما بيتحسبش كده. حضرتك بص السنه اللي فاتت مثلا كام واحد اعاره من قطاع الناشئين، ومنهم كام واحد هيرجع؟ يمكن انت بتتكلم في فرقه الجونه بس حوالي 4-5 لعيبه. بص لكل الانديه، يمكن حتى اللعيب اللي بيمشي يا كابتن حضرتك بتلاقيه اساسه من ناشئين النادي الاهلي. فالموضوع ما الناس بتبص له بس يا كابتن حضرتك عارف ان لا، انا كام واحد لعب في الدرجه الاولى؟ الموضوع عمره ما بتحسب كده خالص يا كابتن. انت حضرتك بص مديت كام فرقه من الدوري الممتاز بلعيبه من قطاع الناشئين؟ في لعيبه كتيره جدا من النادي الاهلي، وخلي بالك في انديه مع احترامي طبعا ليها هي عايشه على الجزئيه ديت، يعني تستنى مثلا مواليد 97 اللي هيمشي من النادي الاهلي عشان هو ينضم ليه، وبيبقى بيمشي كويس وبيبقى نجمه. لكن خلينا نتكلم برضه بكل امانه احمد، ان احنا كمان كجماهير النادي الاهلي لا، عايزين اكبر عدد من الناشئين يكونوا موجودين. النهارده موسيماني عنده بيضم 6 لعيبه على مستوى الناشئين غير الثلاثه اللي كانوا موجودين او 4 الموجودين قبل كده. عندنا حتى في حراسه المرمى عندنا 2 كويسين قوي. فلكن احنا كمان كجماهير النادي، انا بتكلم باسم جماهير النادي الاهلي، لا احنا عايزين نبقى 3-4 كل سنه موجودين في فريق النادي الاهلي، يكون اضافه كمان للنادي الاهلي. طبعا كلنا بنتمنى كده يا كابتن، ان القطاع يعني رقم واحد انه يطلع لعيبه للدرجه الاولى، وبالفعل ده اللي بيحصل يا كابتن. يعني لو حضرتك عارف وبتبقى شايف ان كل موسم على الاقل لازم تلاقي 3-4 لعيبه موجودين في القطاع. يعني محمد هاني ده ايه؟ قطاع ناشئين. انت بقى باكي مين؟ انت بقى كنت باكي مين؟ وشفت اكيد تابعت اداء محمد هاني دفاعا وهجوما كمان، قيمته ازاي الموسم ده؟ لا انا شايف محمد هاني كل موسم بيبقى بيزاد نضج وخبرات اكبر بكتير جدا. انا شايف ان هو الفتره الاخيره خصوصا انه بدا ياخد ماتشات كتير جدا، انا شايفه ماشي بشكل كويس جدا. ممكن يكون رقم واحد في مصر في المكان ده دلوقتي. محمد هاني بقاله سنتين بيلعب منتخب مصر، اكيد بيلعب منتخب مصر رقم واحد في مكانه. بالاضافه ان فتحي طبعا لعيب مهم جدا، ادى بشكل كويس جدا الفتره اللي فاتت، واكيد محمد هاني اكتسب منه خبرات كبيره جدا يعني.